هذا البرنامج برعاية بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكل مشاهدينا وكل سنة وكل حضراتكم طيبين. أول يوم في سنة 2020، أي حد في الدنيا بيبدأ بداية جديدة بيبدأها بالدعاء إن ربنا يوفقه في أول خطوة فيها. بندعي بالتوفيق وبالرزق والصحة وبالستر، بس دايما بنأجل الدعاء بالعتق من النار في المناسبات الدينية فقط، يوم عرفة، في رمضان، في ليلة القدر يعني. إنما العتق من النار مش في لستة دعواتنا اليومية. دايما الدعوات اليومية والدعوات في الفرح والبدايات بنسقط منها النجاة من النار دي خالص، بيبقى التركيز على المكتسبات اللي عاوزين ناخدها في الدنيا. أحيانا بندخل حسن الخاتمة مثلا، إنما لو هندعي لأولادنا بندعي لهم بالنجاح، فلا يمكن يجي في بالنا أننا ندعي لهم بالعتق من النار. ندعي لهم بالنجاح والتوفيق وبأن ربنا يحفظهم من أي سوء أو أي شر. لو عروسة مثلا بتتجوز بندعي لها بالتوفيق في حياتها بالذرية الصالحة، بأن ربنا يهدي لها الأحوال هي وجوزها. إنما لا يمكن ندعي العروسة بحسن الخاتمة ولا ندعي لها بالعتق من النار. لكل مقام مقال، إحنا يعني بنبقى متعودين على كده، ولكل مناسبة الدعاء الخاص بيها. لكن لما نروح الآخرة، هل يا ترى الدعوات بالعتق من النار ممكن تشفع لنا وممكن تكون سبب في النجاة من النار؟ إحنا بعد ما تكلمنا عن الجنة وتكلمنا عن النار وفردنا لها حلقات وسمعنا آيات من القرآن الكريم بتوصف عذاب النار، يعني بيكون شكله إيه، الحقيقة إن إحنا ضروري نختم سلسلة الحلقات دي بإزاي ربنا ممكن يعتقنا من النار. يقال وبنسمع إنه في ناس كده كده لازم يعدوا على النار. أنا دايما أسمع المقولة دي والحقيقة إن هي بتخوفني، يعني إيه ناس لازم يعدوا على النار الأول وبعد كده يخرجوا منها؟ طيب احنا بندعي، وانا هدخل الدعاء بتاع العتق من النار وان ربنا يحرم اجسادنا من النار ده في كل الدعوات الحلوه هحطه بقى من النهارده، لانه احنا بندعي بس في يعني في بدايه السنه الجديده بعد التوفيق بالنجاح والرزق والذي منه انه برضو ربنا سبحانه وتعالى يحرم اجسادنا على النار. ازاي ما ندخلش النار دي ولا نهوب ناحيتها؟ نسال فضيله الشيخ احمد الصباغ. ازاي حضرتك؟ ازي حضرتك يا فندم؟ صلى على الحبيب، قلبك يطيب، توكل على الله، الصلاه والسلام. اتفضل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. ومرحبا بكم في برنامجكم اسأل مع دعاء. اسأل مع دعاء. وصل على الحبيب، قلبك يطيب، صلى الله عليه وسلم. بداية كل عام وكل العالم وكل الناس وكل الأمة وكل الإنسانية خير وسعادة وصحة وسلامة وراحة بال، ويا رب اللي ما اتجوزش يتجوز، ويا رب الفاشل ينجح، ويا رب المريض يشفى، ويا رب الفقير يغنى، ويا رب المظلوم ينصر، ويا رب المكروب يفرج الله كربه، ويا رب كل مهموم يزيل الله همه، ويا رب كل مديون يعني يسدد الله دينه. فإن شاء الله عام سعيد وجديد، عام بإذن الله على الإنسانية كلها، عام بلا هم بلا نكد بلا غم بلا حزن بلا صدمة بلا فراق، عام كله صلاح ونجاح وصلاح وتوفيق وطاعة، وربنا يرزقنا فيه الحج والعمرة وفي كل الأعوام بإذن الله تعالى. آمين يا رب. العتق من النار، في عتق قبل دخول النار اللي هي من باب الوقاية خير من العلاج، ولكن أنا النهاردة هنتكلم عن العتق بعد النار عشان السلسلة ماشية معانا. فيعز علينا أن نتكلم على النار ولا نذكر الأخيار برحمة العزيز الغفار وبشفاعة النبي المختار. يعني ممكن يا مولانا اللي دخل النار يخرج؟ أهل الأصول يا دعاء هانم بيقولوا فيه في أهل النار قسمين، قسم اسمهم أهل الخلود وقسم اسمه أهل الخروج. أهل الخلود المخلدون في النار لا يخرجون منها، وهم أهل الكفر والشرك والعياذ بالله. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طب إيه أهل الخروج اللي يخرجوا من النار؟ اللي هو مات موحدا وكان على معصية، حتى لو فعل كبيرة، حتى لو فعل كبيرة، حتى لو كان عنده بلاوي، حتى لو كان عنده بلاوي سودة. شوف درجة إيه، ممكن يخرج من النار، ممكن وعشرين ومليون ممكن. عندك أدلة؟ أمال إيه؟
شوفي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح عند مسلم ورواه لنا أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال الحبيب النبي وصلى على الحبيب قلبك يطيب صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده، ربنا سيدنا النبي بيقسم، والذي نفسي، يعني إيه نفسي بيده؟ يعني من يتملك في نفسه وهو الله. والذي نفسي بيده ما من أحد أشد مناشدة لله في الحق من مناشدة المؤمنين لربهم من أجل إخوانهم الذين في النار يوم القيامة. نترجم يعني سيدنا النبي بيقول يا جماعة ما فيش حد هيبقى ماسك في الحق ماسكة حديدية ويتناقش مع الله عز وجل أكثر من الجماعة المؤمنين بتوع الجنة من أجل إخوانهم اللي دخلوا إيه؟ النار. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال يأتي المؤمنون منهم العلماء والأولياء والصالحون. ذلك بقول لك أهو وإحنا في أول السنة الجديدة، ابحث عن أصحابك، ابحث عن صحباتك، ابحث عن زميلك، ابحث عن زميلاتك، لأن دول لهم شفاعة يوم القيامة. شوف أهل النار يا أستاذ يوم القيامة اللي مش هيخرجوا يقولوا إيه؟ فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. يعني ممكن بصديق، ممكن بصديقة، ممكن بزميل، ممكن بزميلة تنقل من النار إلى الجنة. يأتي بقى العلماء والأولياء والصالحون من المؤمنين من أهل الجنة، فيبحثوا يا أستاذة دعاء عن أحبابهم وأصحابهم اللي كانوا معهم فين؟ يا جماعة ما شفتوش فلان، ما شفتوش فلان، ما يدوروا على في الجنة مش لاقينه، فيقولوا له يا رب إخواننا وأصحابنا وأصدقاؤنا كانوا يصلون معنا. بص احنا مش هنفتكر اخواتنا ولا اهالينا ولا ابهاتنا في يوم الحشر، لا محدش هيركز معايا، انما بعد ما الناس تدخل بقى الجنه وكده يفتكروا. هو في موقف اجابات على سؤال حضرتك هنقوله بسرعه ونرجع لموضوعنا تاني، ان ستنا عائشه قالت له يا رسول الله، اما النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشه، هي سالته كيف يحشر، وهنتكلم عن الحشر بقى والسلسله ان شاء الله. كيف يحشر الناس يوم القيامه؟ ستنا عائشه بتسال سيدنا النبي، فسيدنا النبي قال لها يحشر الناس ثلاث حاجات: حفاه، عراه، غرلة. حفاه يعني مشاة لم يركبوا، عراه يعني عراية عزكم الله، غرلة يعني ترد إلى الإنسان القطعة التي قطعت منه عند الختان يوم الطهارة ترد. قال الله قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. فستين عائشة قالت الله يعني اللي إيده اتقطعت ولا رجله اتقطعت كله هيعود، هيعود الإنسان كامل بالدليله. فستين عائشة قالت له وأسفاه الرجال على النساء. شوفي ستين عائشة والحياء بتاعها بتبحث عن ايه، مش فارق معها اي حاجة، رجال على ستات ولا دول قسم ودول قسم. فسيدنا النبي قال لها يا عائشة الامر اشد من ذلك، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فستين عائشة عايزة تمسك في جلابية النبي، مش عايزة تسيبه. قالت له طب ممكن سؤال تاني؟ قال لها قولي. بص الجمال، هل يعرف الانسان منا اهله يوم القيامة؟ هي تقصد ايه؟ نفسها. قال لها نعم، سيدنا النبي يعرف الإنسان منا أهله يوم القيامة وأصحابه أحبابه إلا عند ثلاث مواطن. حدش يعرف أبوه، حدش يعرف أخوه، خير. قال لها عند المرور من على الصراط ليعرف أيمر أم سيقع، وعند تطاير الصحف ليعرف أبي اليمين أم بالشمال، وعند الميزان ليعرف الميزان سيخف أم سيسقل. ثلاث مواطن دول محدش يعرف حد. نرجع بقى لموضوعنا تاني. يبقى الجماعة المؤمنين في الجنة يناقش الله يا رب إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا وليسوا معنا في الجنة، فهم في النار. فربنا انت عارف يقول لهم ايه؟ الرحيم الرحمن، يقول لهم اذهبوا الى النار، فمن عرفتم فيه من النار وكانوا معكم في الدنيا انقلوه الى الجنة. فيذهب المؤمنون الى النار، فيعرفوا اهل الجنة اهل النار بوجوههم واماكن سجودهم، لان الله حرم على الوجه ان تأكله النار لانه سجد للرحيم الرحمن. يبقى الجسم كله منتهي بس الوجه ايه؟ يعني بيسجد وبيصلي وهيخش النار؟ بكبائر، لم يتب، مات على كبيرة ولم يتب ولم يغفر له، هو ما تابش. لو تاب دلوقتي واحد يقول لي طب انا تبت خلاص، طب انا تبت ومش هرق، خلاص انتهى. فالجسم كله يا استاذه منتهي الا الوجه. فيعرفونهم بوجوههم فينقلون خلقا كثيرا، يلا تعالى يا فلان، يا ابني يلا يا فلان. فشوفوا بقى، شوف الصحوبيه المفيده. فيرجعون إلى الله يا رب لقد أخرجنا خلقا كثيرا. هل ربنا يقف عند هذا؟ لا. عارف ربنا يقول لهم إيه؟ اذهبوا إلى النار، فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأنقلوه معكم إلى الجنة. مثقال دينار، فيذهبون فيخرجون خلقا كثيرا، يا رب أخرجنا كثير. فربنا يقف لحد كده؟ لا، يا سلام على الرحمة. يقول لهم اذهبوا إلى النار، فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأنقلوه من النار إلى الجنة. فينقلون خلقا كثيرا، ثم يعودون إلى ربهم يا رب أخرجنا خلقا كثير، فيقول الله اذهبوا إلى النار
فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأنقلوه من النار إلى الجنة. فيخرجون خلق كثير فيقولون يا رب لم ندع فيها أحد فيه خير إلا ولقناه. خدي بقى المفاجأة دي. فربنا يقول سبحانه وتعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع العلماء والصالحون ولم يبق إلا شفاعتي وأنا أرحم الراحمين. فيعمل إيه ربنا؟ سيدنا النبي يقول فيقبض الله عز وجل قبضة من النار بيده ينقلهم إلى الجنة فيخرجون من النار وقد امتحشوا. امتحشوا يعني إيه يا جماعة؟ يعني تفحموا. فيدخلهم الله في نهر على باب الجنة يقال له نهر الحياة فينبتون منه فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، الحبة على حافة النهر كده. فيدخلون الجنة كاللؤلؤ في رقابهم الخواتيم، يعرفهم أهل الجنة ويشيرون إليهم ويقولون هؤلاء عتقاء الرحمن من النار أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. جميل. طيب معي أول اتصال. إيناس. ألو. أهلا إيناس، إزيك؟ أهلا بيك. الحمد لله تمام الحمد لله. ممكن أسأل الشيخ أحمد بعد إذنك؟ فضلي فضلي يا فندم. دلوقتي أنا كان جايب لي ذهب على اساس ان هو هديه ليا، وبعدين مع الوقت جه طلب مني ان هو ياخده عشان عايز يشتري بيه عربيه. تمام. ولما طلبت منه ان العربيه تتكتب باسمي بما ان دوت ذهبي بتاعي كان هو جايبه لي، رفض وقال ان هو من حقه لان هو اللي جايبه، فبالتالي ده هو من حقه الاولى بالفلوس. فدلوقتي انا عايزه اعرف هو انا من حقي دلوقتي هو الذهب دوت يبقى بتاعي، يعني من حقي ارفض ولا انا ممكن اتصرف فيه بما انه هو يخصني، ولا هو فعلا حقه وهو مستحب ان هو يطلبه تاني في اي وقت؟ عايزه اعرف بس الشرع ايه. هو فندم كان جايبه لك على سبيل الهديه؟ على سبيل الهديه. ولما احتاجه طلبه منك على سبيل القرض مش كده؟ والمساعدة. هو هياخده خلاص يشتري بيه العربية ومن غير رفض العربية باسمه. ايوه فهمت يا فندم. حاضر حاضر. شكرا يا ايناس. دعاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك؟ اهلا بيك. تحياتي لفضيلة الشيخ. اهلا يا فندم. انا كنت بسأل بس حضرتك، انا بالنسبة لإساءة الظن يعني في اشخاص الواحد بيتصرف معاهم بحسن نية جدا، بس كل تصرف بيبقى محسوب في إساءة ظن للواحد. الواحد بيتجنبهم وللاسف هم صله رحم، فقطع الرحم في الحته دي او الابتعاد في اساءه او في ذنب انا واخداه. بس على فكره يعني اساءه فوق ما تتخيلوا، لو انا ضحكت يبقى ممكن بضحك عليهم، لو انا اتكلمت اي كلمه يبقى انا قصدي ان انا اقول كذا. يعني هم اللي عندهم سوء ظن بيكي انت. يعني حضرتك اي يعني حتى لو اتصلت تسال عليهم وعلى اطفالهم، ده تسال عشان تشوف يبقى هي محتاجه حاجه. يبقى ليه حضرتك ما يكونش عند حضرتك انت حسن ظن بقى؟ ليه انت انا حسن ظن؟ ما انا قررتها اكتر من مره، بس بلاقي المقابل مش حلو في التعامل. فهل البعد والبعد حتى كل فتره مثلا، هل ده في وزر عليا كصله رحم؟ حاضر يا فندم. طيب انت يعني بعد بمعنى ايه؟ تقطعي خالص؟ انا بطلت اتصل، بطلت اروح زيارات الا كل يعني للضروره عشان خاطر ما احتكش بالاشخاص دي ويحصل. طب السؤال هنا يا فندم ممكن اسال سؤال؟ اتفضل. مين اللي بلغ حضرتك ان هم بيسيئوا الظن بحضرتك؟ لا ده هم اللي بيردوا ردود على حضرتك كده، يعني انت فاهمني؟ يعني الردود نفسها بتبان. ايوه حاضر حاضر. فهو ده المقصد، يعني اي كلمه ممكن تتحول بطريقه غير طبيعيه بمرة القعده حتى في نفس الوقت اللي احنا قاعدين فيه. ده اهل حضرتك ولا اهل زوجك؟ الاثنين. شكرا يا دعاء. طيب ايناس جوزها جاب لها ذهب وبعد كده عايز ياخد الذهب يشتري بيه العربيه ويكتبها باسمه لانه الذهب ده هو اللي جايبه اصلا. بص يا فندم احنا هنعمم الموضوع. الهديه لا ترد، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قابل الهدية. فلو كان الزوج ادى لزوجته او الاخ اعطى لاخوه او الابن اعطى لامه، شوف احنا بنعممها خالص اهو، الهدية اصبحت ملك من اهديت اليه. ملكه بالورقة والقلم، ملكه شرعا وقانونا. ما ينفعش تديني هدية وتسحبها مني، يبقى لازمتها ايه؟ يبقى اذا على ما سمعنا من السائلة لو كان زوجها جاب لها هدية، وانا بقول لاي زوج او زوجة تجيب لزوجها هدية برضه او العكس، الهدية اصبحت ملكها الخاص، لها ذمة مالية خاصة. لو انت خدت منها الذهب تاني او اي هدية اخرى انت جبتها لها، يبقى تاخدها على سبيل القرض الحسن، تردها لها ذهب، تاخد كم جرام وتديه لها كم جرام، يا اما تكتب العربية باسمها، المهم ترضيها الا اذا هي اعطاتك بطيب خاطر منها. كلام جميل كده. فان طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. طيب زوجتي رفضت وانا خدت غصب، يبقى ماله الحرام، وكل ما اخذ بسيف الحياء فهو حرام. وبعدين ده عربية وانت ماشي بقى على طريق وماشي على هوا، ارض زوجتك عشان ربنا يرضيك. الا لو هي عن طيب خاطر بقى.
دي مهمة جدا. طيب ولو هي رضيت مثلا وراح اشترى مثلا شقة ولا اشترى حاجة واديت له ورجع بعد كده قال لها لا دي شقتي مش شقتك. بصي يا فندم احنا طب ما انا دفع ذهبي، لا ما هو ده الذهب انا اللي جايبه كده. لن تجدي دينا على ظهر الارض كرم المرأة مثل الاسلام، ولا كتابا على ظهر الارض كرم المرأة مثل القرآن، ولا نبيا كرم المرأة مثل سيدنا النبي. الاسلام يا استاذتنا اعطى المرأة ذمة مالية خاصة. يعني ايه ذمة مالية خاصة؟ يعني لها ملكية خاصة، لها مرتب خاص، لها حساب بنكي خاص طالما بتاعها. ولو هي مليارديره وانت ما انتش لاقي تاكل ما تاخدش منها. مش واجب عليها تديك، ولو لكن هو جاب لها تعطيك تفضلا وتكرما. واجب عليك تنفق عليها مطعما ومشربا وملبسا ومسكنا وعلاجا. خد بالك بقى، حتى لو هي مليارديره الا اذا هي اعطتك عن طيب ايه؟ عن طيب خاطر. طيب عشان بس اصل القصه دي بنقابلها كتير يا فضيله الشيخ. مهمة. انه يجيبوا الشبكه، يجيبوا الذهب، يجيبوا المش عارف ايه أبدو. وبعدين يبقى هو بتاعي وانا حره اتصرف فيه لا في مش الوقت بتاعه. لا يعني طبعاً. الشبكه لها قصه تانية، يعني الشبكه لها حكم تاني. الشبكه ايه بقى بالمره؟ إذا بالمره بقى موضوع الشبكه بيحصل المشكله عند الفسخ ولا بعد الزواج؟ لا بعد الجواز. لا بعد الجواز حقها يبيعها شبكتها وبرده يجيب يعمل مشروع، يحط في شقه، يحط في كده، وده خلاص حاجه عيالنا. طب انا حاجتي فين؟ انا كإنسانة متجوزاك. الإسلام أعطى للمرأة ذمة مالية خاصة. يعني هو لو خد بالعافية حرام. وقال لها حرام. ما الحرام بس؟ شكرا، حلل عليكم. حلل عليكم الحرام يا الشيخ قال. طيب إساءة الظن بقى فضلت الشيخ، يعني هي بتكلم الناس فيردوا عليها ردود وانت بتتصلي ليه؟ هي قالت سؤال مهم قوي، أهم ما في الموضوع. هي قالت أنا هبعد شوية بس هبعد لله، لأن اقترابي منهم بيعمل مشاكل وبيجيب ذنوب. أقول لها حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هل ممكن أن أنا أهجر لله؟ تصوروا أن أنا ممكن أهجر قرايبي أو أهجر صحابي أو أهجر ناس أعرفهم لله؟ ليه؟ لما هم بيشدوني للمعصية وبيكتروا من ذنوبي وبيكتروا من سيئاتي، الأفضل أن أنا أبتعد بس مش أقطع. قال صلى الله عليه وسلم، من أعطى لله ومنع لله ووصل لله وقطع لله فقد استكمل الإيمان. طيب. وإنما الأعمال بالنية. نية. طيب آيات الشفاعة بقى فضلت الشيخ اشرحها لي سريعا كده لأن فضلنا دقيقة. عايزة حلقات دي لوحدها. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. طب خلينا الشفاعة دي لوحدها مرة. إلا من بعد أن يأذن. خلينا في حاجة لوحدها، أصل هتعوز تفسير كتير. فعلا. لكن أنا هقول الخلاصة بقى في أهل الخروج، ممكن أقول لك الخلاصة بسرعة. ماشي. طب ما هو في حديث أهو حلو أهو. نقوله للناس يخرج من النار من قال لا إله إلا الله. لسه هقوله ده. سبحان الله. والله سبحان الله. يلا قولوا بقى. يلا. أهل الخروج من النار، في ناس هيخرجوا من النار بمجموع الروايات وكلها روايات صحيحة. أيوه. يخرج ربنا يقول يا ملائكتي خدي بالك، أخرجوا من النار كل من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان. أخرجوا من النار من كان في قلبه من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال شعيرة من إيمان. أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة من إيمان. وفي روايات أخرجوا من النار وزن برة من خير. إيه برة دي؟ البرة اللي هي القمحة، اسمها القمحة دي. ماشي. تمام. وروايات بقى عدة. أخرجوا من النار كل من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال دودة من إيمان، الصغيرة يعني بالصغر. أخرجوا من النار كل من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. أخرجوا من النار كل من ذكرني في مقام، أخرجوا من النار كل من ذكرني في مقام أو خافني في مقام. أخرجوا من النار كل عين بكت من خشية الله، أخرجوا من النار كل عين باتت تحرس في سبيل الله، أخرجوا من النار كل عين غضت عن محارم الله، أخرجوا من النار، دي مجموع روايات بس أنا مجمعها، أخرجوا من النار يا ملائكتي كل عين بكت من خشيتي ولو قدر رأس ذبابة من دمع. الله يا رب بقى ما ندخلش اصلا. بس مين يطيق بقى؟ ما هو مين يطيق؟ ما ندخلهاش بقى اصلا. لما نزل على سيدنا النبي ولا سوف يعطيك ربك فترضى، النبي فرح وقال له الحمد لله يا جبريل. قال له فرحان ليه؟ قال له ربنا قال لي ولا سوف يعطيك ربك فترضى وانا اشهدك يا جبريل انني لن ارضى وواحد من امتي في النار. الله. ابشروا يا رب. شكرا جزيلا فضيله الشيخ احمد الصمد. الشفاعه بقى ان شاء الله الحلقه الجايه نتكلم عن شفاعه كل حاجه لينا بقى. ايوه. شفاعه الاصدقاء، شفاعه الكتاب، القران الكريم، والملائكه. واي نعم. نعم. يعني ايه تاني ممكن يشفع لنا؟ والشهداء. خلاص. واهل القران واهل العلم. طيب هنشوف. أينا. هنعدد بقى كل الشفعاء في حياتنا. والمولود حضرتك. المولود يشفع لامه لو اذا ماتت في اثناء ما هتخلص الحلقه دلوقتي. حاضر خلاص.
شكرا يا فضيلة الشيخ، ربنا يكرمك ويزيدك علم، يعني علمك يزيدك. ربنا يحفظك. عام سعيد يا فندم على حضرتك وعلى مشاهدين البرنامج وعلى قناة النهار وعلى الأحباب كلهم. 2020 عام سعيد إن شاء الله. إن شاء الله. إحنا خلصنا الهوى، بعد الفاصل فقرة من داخل مؤسسة بهية الاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي وفقرة طبية مسجلة. سلام عليكم. الماموجرام الثالثة في مستشفى بهية. الحقيقة ان انا جيت هنا وكان كل ده كراتين وكانت لسه بيبيضوا ولسه بيوضبوا تقريبا. كان هنا كان في قسم المحاسبة او المحاسبين تمام. او كان جزء من الادارة، كان جزء من الادارة، وهم قرروا معلش انا اسفة يكربسوا الادارة كلهم في حتة واحدة صغننة، وهم كان على قلبهم زي العسل يعني وافقين وما عندهمش مشاكل. كل الموظفين يعني في الإدارة قالوا مش مشكلة طالما هيتسع المكان لماموجرام، يعني يضيف خدمة أكتر ويستوعب عدد أكبر من السيدات اللي حابين يطمنوا على نفسهم. أنا معايا دكتورة سهى سامي وهي أخصائي الأشعة هنا في مستشفى بهية. وحيك مسؤولة عن إيه بقى هنا في مستشفى بهية؟ إحنا هنا وحدة الأشعة بنستقبل العيانين اللي جايين من عيادة الجراحة أو اللي جايين من برا يكشفوا ويطمنوا على نفسهم. أوكي. بنستقبل عيانة، بتبتدي العيانة نشوف سنها يسمح إنها تعمل ماموجرام أو لأ، الحالة بتاعتها تستدعي إنها تعمل ماموجرام أو لأ، وبنعمل ستيب نمبر 2 اللي هي الألترا ساوند. الماموجرام بيكفي إن هو يطمن عيانين كتير جدا. احنا النهاردة السنة الخامسة في بهية عملنا 110,000 عيانة، منهم 100,000 عيانة طمناهم. 100,000 عيانة كويسين او عندهم حاجات حميدة مش مستدعية اي تدخل جراحي او اي. و10,000 بس هم اللي هم اللي احنا احتاجنا ان احنا نكمل معاهم بقى، سواء كان متابعة كل 6 شهور او نبعتهم عيادة جراحة، او الناس اللي طلع عندها بريست كانسر وكملت بقى علاجها الكيمو والراديو والجراحة. احنا دلوقتي دي الوحدة رقم 3 في اسم الأشعة. هي بهية بدأت بوحدة واحدة؟ أيوة بدأت بوحدة واحدة، اللي هو جهاز واحد، جهاز مامو واحد وجهاز ألتر ساوند واحد. دلوقتي خليني أسأل، هو ده التالت، ده متطور عن الأول ولا زي بعض؟ هو زيهم، هي نفس أجهزة الماموجرام، بس الفرق إن في حاجة اسمها التومو. المامو بيصور 2D، التومو بيصور 3D، فدي حاجة زيادة، بس ده مش أوبشن لكل عيانين. في عيانين معينين بنحتاج نعمل لهم اللي هو التومو اللي هو 3D. كل عيانين تقريبا بتعمل لهم ألترا ساوند كنوع من زيادة الاطمئنان. إحنا بدينا أول وحدة كنا بنعمل من 50 لـ100 عيانة في اليوم، إحنا النهاردة بنعمل 350 عيانة في اليوم. وبنحاول نفتح الوحدة الرابعة، يعني بنأمل ان احنا نفتح الوحدة رقم 4 عشان نوصل للـ400 او 500 حالة في اليوم. كل وحدة تقريبا بتعرفي تلاحقي عليهم يا دكتورة صح؟ ولا انت معاكي احنا عندنا تيم كبير جدا. إيه؟ بالظبط. احنا كل وحدة فيها اتليست 4 دكاترة، ف 4 في 3 عندنا 12 دكتور شغال كل يوم في وحدة الأشعة. من 9 الصبح ل 9 بالليل. عندنا كل وحدة فيها 3 اجهزة سونار غير جهاز الماموجرافي، فاحنا عندنا 9 اجهزة سونار. ولسه مستنيين جهاز البيت مامو، ده اللي هو البوزيترون المشع، دي حاجه ريدي اكتيف ماتيريال، برضو حاجه متطوره هتفتح في بهية يعني على اول السنه ان شاء الله. طيب دلوقتي الست اللي المفروض جايه تطمن على نفسها، سواء هي عايزه تعمل كشف مبكر ما عندهاش مثلا تاريخ وراثي وبتاخد دورها وبتيجي، هل الماموجرام فقط بدون اي اشعه اخرى بيحدد هي سليمه ولا فيها حاجه ولا تطمن كل؟ لانه احيانا ساعات يقول ايه انت ما فيكيش حاجه بس فيه شويه حاجات كده ممكن تجي لنا كمان 6 شهور. فالماموجرام بيكفي انه يظهر ده؟ انا فاهم حضرتك. الماموجرام
في عينين كتير جدا تعمل اشعه ماموجرام نقول لها اتفضلي البسي انت كويسه زي الفل ما عندكيش حاجه ونشوفك كمان سنه. ده الكشف المبكر. العين اللي بتيجي كمان 6 شهور دي عندها حاجه حميده، احنا بس محتاجين نطمن عليها انها مش بتكبر، ان شكلها مش بيتغير، فدي محتاجه ان احنا نبص عليها كمان 6 شهور. الماموجرام كافي ان احنا نمشي العينه نقول لها كمان سنه؟ اه كافي. الماموجرام اهميته في الكشف المبكر، العينه اللي بتبتدي عندها الورم حاجه صغيره او في صوره تكلسات هو اللي بيلقط الحاجات دي بدري بدري. فالعينه اللي بتعمل ماموجرام ممكن تمشي، اه ممكن تمشي. طيب مين اللي بتقول لها لا انت محتاجين نتاكد او نشوف، يعني هل الماموجرام ممكن يبين انه في يعني مرض خبيث في الثدي ولا بتحتاجي تتاكدي اكتر بمراحل اخرى؟ الماموجرام 70% بيقول لنا ان في حاجه مش لطيفه وان احنا محتاجين نكمل. بنكمل ازاي بقى؟ ان احنا بنعمل لها سونار، سونار بيضيف لنا حاجات غير الماموجرافي، وبعد كده بناخد عينه. يعني ايه الحاجه اللي ممكن السونار يضيفها؟ لما الثدي بتبقى الغدد فيه كتيره قوي مع وجود ورم بيبقى مخبي على جزء منه، فالالترا ساوند هو بقى اللي بيكشف لنا القصه دي، بنعرف حجم الورم الحقيقي والاكستنشن بتاعه هو لحد فين بالالترا ساوند. بلس ان الالترا ساوند بيساعد ان احنا ناخد عينه من الحاجه دي عشان نعرف نوع الباثولوجي بتاع الورم اللي عندها، فده بيعتبر بيكمل ده. بس البدايه بتبقى مع الماموجرافي، هو اللي بيقول لنا العينه دي عندها حاجه محتاجين نكمل، هو بيبقى جهاز الماموجرافي. طيب انتوا المفروض دي الوحده الثالثه، هل في نيه انكم تفتحوا واحده؟ احنا بالظبط احنا اوريدي شغالين ان احنا نفتح الوحده الرابعه، ومتعاقدين مع اجهزه سونار جايه هتيجي جديده وماموجرافي وجهاز البيت مامو اللي بحكي لحضرتك عليه اللي هو المتطور ده، كله هيبقى في الوحده الرابعه. في هتمشوا الموظفين تودوهم مش عارفه هيعملوا فيهم ايه، بس هيتصرفوا هم بيعرفوا يعني يغزلوا، بيعرفوا يلاقوا اماكن. هو حقيقه اللي بقى هي في الاخر التارجت الكبير بتاعها ان احنا نستوعب اكبر عدد ممكن من العيانين، وان احنا نقلل الويتنج ليست. يعني دلوقتي العيانه بعد ما كانت بتستنى 3 شهور مع افتتاح الوحده الجديده بتستنى 45 يوم بس. هو ده السؤال اللي انا كنت هسأله لك، حسيته بفرق لما ده دخل عمل فرق وقلل وقت الانتظار؟ فرق يعني العيانين نفسهم بقى بيقولوا لنا، هم كلموا احنا كان معانا كمان 3 شهور وفجاه لقيناهم بيكلمونا تعالوا كمان اسبوعين او 3 بالظبط الوحده الجديده، لان ان احنا بنتكلم ان احنا في اليوم زودنا حوالي 100 او 150 حاله، فده فرق في الويتنج ليست بتاعتنا. احنا زمان يعني من 4-5 شهور كان عندنا ويتنج ليست لحد مارس 2020، دلوقتي الويتنج ليست قلت. عيادات الجراحه برضو بقت بتشتغل لحد 9 بالليل، احنا كنا زمان لحد 6 دلوقتي بقت ل 9 بالليل، فكل ده بيقلل الويتنج ليست كخدمه للعيانين ان احنا نطمن عليهم باسرع وقت ممكن. طيب انت بتاخدي تريننج ازاي يعني وانت بتكشفي على المريضه لو هي طلع عندها حاجه سيريس، انك المفروض تبين لها ولا ما تبين لهاش ولا بتعرف منين؟ هو بيبقى على حسب الحاله النفسيه للمريضه، يعني في مريضه بتبقى جايه هي شاكه ان عندها حاجه بس محتاج حد يقول لها ان هي عندها حاجه. في عيانين بنحس ان هو لا مش المفروض ان انا اقول لها مثلا ان احنا عندك حاجه بس محتاجين نطمن زياده، ناخد عينه نطمن. يعني ما بتبلغيهاش؟ مش كل عيانين، هو على حسب الحاله النفسيه للمريضه. يعني احنا دي حاجه احنا بنعمل لها اسسمنت بيننا وبين العيانه، منك كده للعيانه وعلى حسب احساسك. وعندنا فريق الدعم النفسي هنا اصلا هو انا عارفه طبعا تحت. انما هي جايه لك ولسه مش عارفه وبتبقى قلقانه وهتموت، يعني دي بقى ما بنقول لهاش لا، دي هقول لها هنرجع لعيادة الجراحه ومحتاجين نعمل فحص تاني عشان نطمن. بس بس دول بيقلقوا اكتر، اصل هي بتنزل في نفس اليوم يعني القلق ما بيبقاش عالي قوي، بس احسن ان هي يعني ان دكتور الجراحه طبعا يوصل لها يعني ان انا اقول لها ان انت عندك ورم واقول لك خطه العلاج غير ان انا اقول لك عندك ورم انزلي لدكتور الجراحه. لا هي الحقيقه طبعا الموضوع بيفرق في نفسيه حتى لو هي سليمه. انا فاكره ان انا عملت اول مره اسمع عن موضوع الكشف المبكر ده عملته بره، والطبيبه اللي كانت بتكشف الحقيقه ادتني ايحاء ان انا عندي حاجه، فانا مش قلبي وقع في رجلي يعني. هي بتبص وبتقول لي هو انت عندك مرض وراثي في العيله؟ قلت لها ايه؟ لا مفيش حاجه، انا بسال عادي. دي طريقه سؤال عادي؟ لا دي مش طريقه سؤال عادي. عشان كده يعني عايزه اعرف، لانه المفروض انه المنظومه بتاعت بهية هي منظومه بتحافظ قوي على مشاعر الست بالزبط. اللي داخله وبتحافظ قوي على نفسيتها، ف كمان من اول ستاب ليها جوه المؤسسه
بيفرق يعني. بيفرق بالظبط، عشان كده احنا اصلا يعني كل عينين عندنا لو سالتيهم هم متفقين ان احنا دايما مبتسمين، لقينا او ما لقيناش حاجه احنا كلنا مبتسمين. لان نفسيا هو بيفرق مع العينه جدا، لان لو انا كشرت في وش العينه او قلت لها انت عندك حاجه، هي اول حاجه هتفكر فيها خلاص انا هشيل صدري. ودي حاجه مش كل يعني مش كل عينين بنوصل معاهم المرحله دي، ساعات بيبقى استئصال جزئي، ساعات بنتابع، ساعات بتاخد اشعه او كيماوي. انت دورك بيقف عند تسليم التشخيص، ان انا اقول له هي عندها حاجه، او واحنا برضو بناخد عينات في قسم الاشعه، ان انا اقول لها دكتور الجراحه ببلغه ان في حاجه انا شايفاها، وان انا هقف لحد كده واخد عينه او محتاجه ان انا اعمل اشعات تانية. موضوع اللي بالصبغه والاشعات بالصبغه دي موجوده هنا؟ دي موجوده عندنا، عندنا ماموجرام بالصبغه موجود في بهية. ده بتعملوه ليه؟ ده بنعمله في العيانين اللي كثافه الثدي عندهم عاليه، الغدد عندهم كتيره، فهو مغطي على جزء من الورم. حتى لما انا بشوفه ببقى محتاجه ان انا يعني اديها صبغه عشان اشوف الـ يعني الرياكشن بتاع الـ الورم نفسه بياخد صبغه ازاي، شكله ازاي بعد الصبغه. الصبغه بتعمل ايه؟ بتبين ايه بقى؟ الورم بياخد الصبغه فبينور في الاشعه بالصبغه. انما لو مش ورم مش بينور. بس أهمية الأشعة بالصبغة كمان العيانين الصغيرين في السن اللي كثافة الثدي عندهم عالية بالنسبة لهم أحسن، وبالذات لو عندهم تاريخ مرضي، العيانة دي هي الأيديال إن هي تعمل لها أشعة بالصبغة عشان لو في حاجة ملي بتتشاف بالصبغة. طيب الأشعة بالصبغة دي بتبقى محتاجة احتياطات معينة؟ العيانة بتصوم 6 ساعات بس، ونتأكد إن هي ما عندهاش حساسية يعني، وكده كده بنبقى مجهزين إن لو حصل. العيانة تيجي الصبح تعمل ماموجرام فتقعدوها لغاية الصبغة؟ ممكن لو احنا شايفين الحاله مستدعيه انها ما تتاخرش، بنصومها من 4 لـ6 ساعات وندخلها تتصور تاني. انا عارفه ان انت مهمتك بتقف لغايه اما خلاص بتديها للجراح. هل بعد كده بتبقي عندك فضول تعرفي الحاله دي؟ احنا عندنا السيستم عندنا بيسمح لنا ان احنا نفولو اب مع العينه ونعرف في الاخر طلعت ايه وعملت ايه، لان ايفن لو العينه عملت عمليه هي بترجع لنا بعد العمليه عشان دايما نفضل مطمنين ان الجرح كويس وما حصلش ارتجاع. ده موضوع شغل؟ لا ده هو لازم نبقى عارفين هي عندها عينه بتجيلنا، بقول لحضرتك بعد ما تخلص الجراحه عشان نعرف نطمن بقى على الناحيه الثانيه، لو هو في ناحيه نطمن على الناحيه الثانيه الاطمئنان السنوي، ونبص على مكان العمليه لان بعض الحالات بيحصل ارتجاع في مكان العمليه. فاحنا يعني العينه مش بتمشي من عندنا الجراحه وما نشوفهاش ثاني، لا بترجع لنا ثاني. بتعمل على طول؟ بترجع كل سنه. بتعمل على الماموجرام؟ بتعمل ماموجرام لازم كل سنه. كل سنه. طيب هي حتى لو استأصلته بيتعمل ماموجرام؟ ما بيتعملش ماموجرام على الناحيه الاستئصال، بيتعمل على الناحيه الثانيه. على الناحيه الثانيه. طب واللي بيتعمل لها اعاده بناء بتعمله على ده؟ بنعمل عليه برضو ماموجرام عشان نطمن على يعني بقيه الشست وول اللي هو المكان اللي حصل عليه البناء، نتاكد ان الدنيا كويسه، ان مفيش اي ارتجاع من اي شكل ولا اي حد. طيب في كتير بيخافوا من فكره الماموجرام وهي سليمه، تقول لك انا سليمه انا هاجي امرض نفسي. لا خطر على فكره تعرضي نفسك للاشعه، خطر، هو مش عمال على بطال. انت لو حسيتي بشكوى تروحي، انما طالما مش حاسه بحاجه ما تروحيش. ودايما ده مثلا عكس الكلام اللي دايما يتقال، روحي اطمني على نفسك ودايما اعملي كشف دوري بعد ال 35 او ال 40 برضو تطمني. فايه الاصح؟ الأصح ان احنا نعمل مره في السنه نطمن على نفسنا، لان دوز الراديشن بتاعه الاشعاع اللي بيطلع من جهاز الماموجرافي دي حاجه بسيطه جدا مش هتاثر على اي عينه. زي برضو حضرتك نفس فكره العينه، بتيجي عينه خلاص داخله تعمل عينه وتقولي لا اصل انا عرفت ان انا لو دبيته ابره في صدري فهينتشر في كل الثدي والجسم. ده مش حقيقي خالص. هي الفكره انه هو ده الاطمئنان، لازم نعمل وهو مش بيضر، بالعكس ده هو نفعه اكتر من ضرره. هو بيحمي وبيدينا الارم ان هو في حاجه صغيره او انا كويسه فهستنى كمان سنه. يعني نفعه اكتر بكتير من ضرره، لان هو يعتبر اقل دوز اشعه في كل الاشعات اللي ممكن تتعمل في الدنيا. جميل دكتوره سهى سامي، انا يعني اتشرفت بمعرفتك. ربنا يخلي حضرتك، ربنا يسعدك ويوفقكم وتقدروا تخطوا اكبر عدد يا من رب المحاربات. ان شاء الله ونطمن على كل الناس. ميرسي يا شكرا.
عليكم مشاهدينا مرة تانية. بنسمع دايما كلمة إنه مفيش مستحيل، كل حاجة في الدنيا لها حل، كل حاجة، كل معضلة، كل شيء صعب أو الدنيا مسودة في وشك وكل حد فقد الأمل، لازم لما بيتقاله مفيش مستحيل بيسمع الكلمة ويتخيل إنها دباجة، إنما هي الحقيقة مش دباجة، هو فعلا كل حاجة وليها حل. في عالم السمنة لما الناس بتبقى يعني الدنيا يعني خلاص سودة قوي في وشهم ومش عارفين يخسوا بأي طريقة، الدنيا اتطورت والموضوع بقى له حل فعلا، ودخلت عمليات كتيرة لجراحات السمنة متعددة بقى بكل أشكالها وألوانها، وفعلا خلت الناس اللي كانوا شايفين الموضوع ده مستحيل خلتهم لا يقولوا لا على فكرة ما فيش مستحيل، وإحنا قدرنا نخس بسبب العمليات دي. أنا الحقيقة بيشرفني النهاردة دكتور محمد الفولي، استشاري أول جراحات السمنة ونحت القوام، والحاصل على ماجستير ودكتوراه في جراحات السمنة والمناظير، ومدرس بكلية الطب جامعة عين شمس، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة. ومعانا مشرفنا الأستاذ ياسر السيد، واللي خس بعملية من وزن 126 كيلو ل 82 كيلو، يعني فوق ال 40 كيلو. ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك؟ عفواك، منورنا يا استاذ ياسر ومبروك. انتوا بقى اللي يقول لكم بعد العمليه يقول لكم مبروك يعني، صح؟ ها؟ اه طبعا، والحمد لله على السلامه. الله يسلمك. اعتقد ان انت كنت شخص وبقيت شخص تاني، ولا حاجه تاني خالص؟ فعلا فعلا الحمد لله. كنت ايه وبقيت ايه؟ يعني هي يعني الحمد لله هي والعياذ بالله هي مرض. يعني المرض العضوي اشد يعني ارحب منها كمان. اه طبعا، يعني مش عارف اتحرك، مش عارف امشي، اي حاجه تتعبني، اي حركه انهج منها، نوم متقطع، حركه تقيله، مش عارف البس، مش عارف خلاص. كانت كتيره يعني. وحاولت تعمل ريجيمات؟ عملت. ما شاء الله ما شاء الله، سدد عين الشمس ما شاء الله. يعني عملت ريجيمات، بس الصوره اللي قبل كده كنت بتاكل فطير باين ولا حاجه. الصوره دي حضرتك بالظبط من سنتين ثلاثه. دي كنا كنت بتاكل فطير. لا 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 لا، ده فراخ. طب كويس. واللي بعد كده من سنتين ثلاثه، لا كنت وصلت خلاص لدرجه، كنت وصلت لدرجه من الياس ولا كنت وصلت لايه بقى؟ ما انا كنت اعمل ريجيم انزل عليه ويعني واهمل. نزلت نزلت 20، يعني كنت 112، عملت ريجيم نزلت ل 92 يا ورجعت تاني وريحت شويه مع شويه تعب مع شويه ملل، رجعت ل 122 23 24 26. بص هنا الفرق بين دي طبعا بعد العمليه ودي قبل العمليه. الصوره دي بالظبط من سنه ونص، يعني الصيف اللي فات ده، لا اللي قبله. طيب دكتور محمد الفولي، هل هو دلوقتي كده نزل بالعمليه؟ انا عايز اسالك الاول، عمل عمليه ايه؟ وهل ممكن يرجع للصوره اللي قبل كده دي قبل تاني؟ تمام. بص طبعا هو احنا عملنا عمليه تكميم معده بالمنظار. هو الاستاذ ياسر زي يمكن ما شفتي هو بياكل اكل عادي بكميات اكتر شويه، انت عارفه بقى النفس بقى واكل حلو ونزود مع القعده مع اللمه مع الحاجات دي كلها، فسنه بسنه ابتدي المعده نفسها حجمها يكبر، ابتدي ان انا الاقي نفسي بزيد في الوزن. المشكله ان الجسم بيقاوم، فبيقدر بيحاول بكل الطرق ان هو يوقف النزول ده، لان ده بالنسبه للجسم ده مجاعه وحاجه في منتهى الخطوره. فاللي حصل ان احنا كميه اكل كبيره حبينا ان احنا نصغرها، فعشان كده فكرنا نعمل عمليه تكميم معده بالمنظار. الفكره كلها ان الشخص بيعمل عمليه لازم يبقى فاهم ان هي العمليه دورها انها تقلل كميه الاكل في الاول بدرجه كبيره عشان ينزل في الوزن، ومع الوقت الحجم المعده بيبقى فيه تمدد بسيط عشان وزنه يثبت. طيب انا النهارده بتكلم ان انا وصلت الوزن المثالي ما بين 6 شهور او لسنه. العمليه قويه معايا ممكن لحد 5 و6 سنين و10 سنين. وقويه معايا طول العمر، بس التزام بشويه تعليمات بسيطه. ابسط حاجه ان انا لما اشبع لازم اوقف. طب انا جيت بعد 3 و4 سنين وبقيت بقى برضه رجعت لنفس الغلط وبقيت بقى بعد العمليه، حتى انا بتكلم بعد العمليه بفتره، يعني عمليه قويه جدا، وحتى لو هو حاول يلخبط سنتين ثلاثه مش هيعرف، لانه هيلاقي نفسه بيرجع مع كل وجبه، بس المصر ان هو يبوظ العمليه بتاعته لا يقدر يعمل كده، بس بعد فتره كبيره. ان هو برضه بدا يرجع ياكل بكميات كبيره، يرجع وياكل تاني، يرجع وياكل تاني، وهكذا وهكذا. فالنهارده مع الوقت المعده بتبقى يحصل فيها تمدد. هل ممكن يجي المعدة لك وقت بعد العملية؟ عايز اساله يقدر ده ممكن يبوظ العمليه بعد ما حس بالحلاوه بتاعت العمليه، تقدر تبوظ؟
لا بصي، هو حضرتك انا استحاله طبعا مبدئيا استحاله افكر ارجع للمنظر ده تاني. يعني انا عملت المستحيل عشان الحمد لله اعمل العمليه واعمل كده. انا اللي فهمته كده واللي تكونته هو العمليه احنا كده مش 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 تغيير، يعني مش ان انا بنزل وزني وخلاص، لا. هي العمليه ده مفهوم انا بعيد عن كان صح او غلط. هي بتعودني على اسلوب من اول وجديد. هو ربنا سبحانه وتعالى خلقنا بالمعده قد كده بحجم معين، احنا بناكل فيها بس احنا بنزود عن بنديها بنحشيها هي بتتمدد لغايه ما تبقى. لا احنا كده بنرجع يعني الله اعلم اللي انا بقوله غلط ولا صح. طبعا الدكتور يصحح بس احنا كده بنرجع لاصلها. انت بقى انت غلطتي وانا رجعت كسرت الكوبايه دي وانا جبتها لك سليمه تاني. انت بدك تكسريها تاني او تحافظي عليها بقى زي ما كانت. انا جبت لك حتتك اللي باظت تاني، تشبيه حلو. انت حافظي عليها تاني او تبوظيها، عايزه تبوظيها انت حره. صحيح، انا ما صدقت حاجه اتكسرت مني ورجعتها. والله تشبيه، شفت بقى تشبيه الكلام احلى من كلام الدكاتره العلمي اهو. تشبيه يلمس الناس على طول. يعني هو اللي عايز يبوظ يقدر، اي حد يقدر في الدنيا يبوظ اي حاجه. بس بقى شوف بقى، هو بصي هو درس ومتعلمه. يعني بكل بساطه هو قال جمله مهمه جدا، احنا ربنا خلق معدتنا صغيره بدليل ان الطفل الصغير لو انت شفتيه هتلاقيه بتتحايلي عليه عشان ياكل، ومع اقل حاجه بيشبع رغم ان هو في مراحل النمو محتاج ياكل. واحنا بفكرنا البشري عايزين ناكل كتير عشان يكبر بسرعه، وده فكر خاطئ تماما. احنا مجرد بنوسع له معدته عشان يبقى عنده سنه لما يكبر. انما الطبيعه ان انا واجباتي اكلي كله قليل ومع اقل حاجه بشبع. ممكن اكل وجبات كتير وجوع كتير بس مع اقل حاجه بشبع، ولما اشبع لازم اوقف. فهي دي النقطه، هو ده اللي بيحافظ على حجم المعده، ان انا اكل وجبات كتيره بس كل وجبه صغيره. وهو ده اللي بتجبرني عليه العمليه في الاول، وده اللي انا لازم احافظ عليه. طيب لكن ماجيش طول اليوم اقول انا ما باكلش، صحيح. اجي اكل وجبه كبيره بالليل وانام واقول انا ما باكلش وبتخن. يعني طيب حضرتك بتعمل عمليات تكميم تغيير مسار ايه تاني؟ شفط الدهون، يعني مثلا اللي شوفه في الاستاذ ياسر الاول ولها، الناس اللي بتعاني من منطقه البطن او الكرش الكبير بيبقى متخيل ان هو ده عمل شفط الدهون. بس لا، الدهون دي فين؟ الدهون دي لو سطحيه وينفع تتشفط اوكي ممكن نعمل شفط دهون، لكن الدهون عند السياسه بتبقى داخليه، ودي اخطر انواع السمنه، حاجه اسمها سنترال اوبيستي او السمنه المركزيه. السياسه لو انت شفتيه يمكن في قبل وزنه مش كبير قوي. بس ممكن هو وزنه كان 120، ممكن واحد يبقى وزنه 180 وما عندوش التعب اللي عند الاستاذ ياسر رغم ان هو وزنه اكبر، بس الدهون عنده فين؟ تحت الجلد، باين ان هو تخين قوي. فده الدهون السطحيه او تحت الجلد مضاعفاتها اقل بكتير قوي من الدهون الاعضاء الداخليه اللي هي منطقه البطن. الدهون دي فين؟ على الكبد، على القلب، على الشرايين، على البنكرياس، على البطن جوه البطن، حاجه اسمها فيسرال فات او الدهون الداخليه. دي اخطر انواع السمنه، دي هي اللي بتعمل الضغط، هي اللي بتعمل السكر. لو انت شفت مساحه البطن الكبيره دي خدت من مساحه رئتين، يعني واحنا شفنا الصور قبل هتلاقي ان مساحه الصدر صغرت ومساحه البطن كبرت. ده كان على حساب الرئتين، ان هو هتلاقي فيه نهجان وتعب من اقل مجهود. وهتلاقي طبعا. فيه بص الصدر هنا يكاد يكون مش موجود. يعني في شيء ضاغط عليك. بص حضرتك انا كنت ممكن وانا قاعد زي كده العادي عايز اتربى اعمل القعده دي يعني مع ايدي كده حضرتك كنت والله تسند بايدك زي لا كان في يبقى هنا زي مسند، يعني انا في هنا شفت بجد والله ما ببالغ، انا كنت قاعد كده في حاجه سنده كده. دلوقتي انا مش عارف اعمل كده دي خلاص مش مشكله. احنا كنا زمان في فتره كده من الفترات بعد الله يرحمها سعاد نصر الله يرحمها فاكر تمام، كنا بنترعب من موضوع عمليات الشفط وعمليات السمنه يعني فكره انه حد يدخل لعمليه ويطلع يعني يتوفاه الله ويحصل مضاعفات دي مرعبه، ارعبت ناس كتير. تمام، ايه اللي التطور اللي حصل بحيث خلى الموضوع يبقى سلس قوي كده؟ وانت يعني من جلساتي معاك قبل كده بتقول لي انه المريض بيدخل العمليه ويطلع يخرج يعني فازاي ايه التطور؟ بص اول حاجه فكره المضاعفات دي لازم يبقى احنا حاطين كونسبت معين. هو معلش كان ممكن اي مثلا حد مشهور يمشي على الطريق ويعمل حادثه ويتوفاه الله، هل معنى كده ان احنا مش هنسافر على الطريق؟ لا لا طبعا صحيح، هي دي الفكره. احنا سيبنا سيبنا ال 999 اللي عملوا العمليات ومسكنا وكويسين وحياتهم كلها اتغيرت، ومسكنا الواحد في الالف اللي هو ممكن يكون حصل مشكله. المشكله دي وارد انها تحصل مع اي عمليه، يعني ممكن اعمل قيصري، ممكن اخد دواء يحصل نفس المشكله، ممكن اخد دواء غلط يحصل نفس المشكله، ممكن ابقى معدي في الشارع يحصل نفس المشكله. فهي في حاجات تبقى قضاء وقدر، انما احنا بنتكلم في نسب النجاح قد ايه؟ بنتكلم ان احنا 99% احنا ما عندناش اي مشكله خالص. 1% ممكن يحصل مشكله، ولو حصل مشكله يبقى ليها علاج. هي دي النقطه، هو ده الفرق.
فاحنا النهارده بنتكلم ان انا النهارده انا لو مش انا لو عندي سنه ومش هاخد الخطوه وهفضل زي ما انا 100% عندي مضاعفات هتحصل ولازم حياتي هتتاثر. ممكن اكتر سبب للموت المفاجئ هو السمنه. يعني في ناس ممكن يبقى عندها سمنه ما تصح... تيجي تنام ما تصحاش، جاله كرش نفس شديده ما يصحيش منها. انما العمليه نسبه نجاحها 99%. وانا النهارده بعمل عمليه، لا انا بعمل عمليه بعد ما خدت تجارب كتير ان انا ما ينفعش ان انا اخس ياكل بيها. طيب انت دلوقتي اللي بيجي لك معظم الناس اللي بتجي لك تعمل عمليات دول بيبقوا مرضى سكر ومرضى قلب. حلو. وبيبقى صعب جدا انه مريض السكر اصلا يعمل عمليه ولا يحط مشرط في جسمه، فانت بتتعامل مع القصه دي ازاي؟ بقى عايز اقول لك ان العمليه اتعملت عشان مريض السمنه ومريض الضغط ومريض السكر. فعلا. طب انا هقول لك ايه اللي في ممكن في الطب كله كان ممكن واحد مريض السكر يخف ما ياخدش علاج خالص قبل العمليه؟ مفيش. طول عمره مريض السكر بياخد دواء يزود الجرعه، يبتدي ياخد انسولين، يبتدي جرعه الانسولين تزيد، يبتدي ان هو مضاعفات بقى، فشل كلوي ونظره اتاثر وقدم سكري وقصه كبيره. النهارده انت عندك عمليه زي عمليه تحويل مسار او حتى التكميم ممكن تعالج السكر تماما، ما ياخدش اي دواء بعد العمليه. وخلينا نفهم ايه السبب، اذا عرف السبب بطل العجب. انا النهارده مشكلتي ايه؟ مشكلتي انا عندي دهون كتير، الدهون دي سموم، بتطلع سموم في الجسم كله. السموم دي بتروح على التصلب، تعمل تصلب شرايين، تاثر على عضلات القلب، تعمل ضغط، تبوظ البنكرياس وتعمل سكر. انا لمجرد ما عالجتها، والميزه كمان العمليه مش بتخسس بانها بتقلل الاكل بس، هي بتخسس بانها بتعالج مقاومه ولخبطه الهرمونات اللي بتكون في الجسم. مقاومه الانسولين هي دي اللي بتعمل السكر، هي دي العمليه بتصلحها. فاحنا النهارده بنتكلم نتائج ملموسه، العمليه النهارده احنا دايما بندور على فكره المينيمال انفيزيف. انا كدكتور محمد الفولي بحط نفسي مكان الشخص ده يعمل عمليه. احنا كلنا ممكن نعمل عمليه زي ده، ممكن نعمل عمليه مراجعه، ممكن يعني العمليه دي مش بمزاجك. عمليه سمنه برده مش بمزاجك، الناس متخيله ان لا هو انا هروح اعمل عمليه بايدي، لا مش بايدك يعني خالص. يعني انا سليمه هو باكل اللي نفسي فيه، انا اروح امرض نفسي واسد نفسي بالعافيه. لا ليه؟ اقول لك ليه؟ لان انت النهارده لو ما خسيتيش سنتين ثلاثه هوب خشونه في المفاصل، واحنا لدكتور العظام لازم نعمل تغيير مفصل. شوفي بقى المفارقه هنا. كان من سنتين تقدري تعملي عمليه وتخسي وانت مفاصلك زي الفل ومفيش مشكله. انما انت دلوقتي جيتي تعملي عمليه مضطره عشان دكتور العظام قال لك لازم تخسي عشان نعمل عمليه تغيير مفصل، فعملت العمليه وعملت تغيير مفصل برضه. فدخلنا عملية في عمليتين بدل ما عمليه واحده. موضوع الاكل عكس ناس كتير متخيله، يمكن حتى الاستاذ ياسر اهو يعني شاهد عيان، مفيش الناس متخيله انه هيعمل عمليه مش هياكل. الكلام ده مش موجود، هتاكل كل اللي انت عايزه بتاكل ولكن بكميات معقوله. اهو معاك يقول لك تاكل الاكل اللي احنا كلنا اللي نفسك فيه بتاكل في يعني كشري، عدس، فراخ، لحمه، لا اي رز محشي الموجود باكل، بس هي هو بس كله هي الفرق ده سبق ما قلت لحضرتك الكميه فقط لا غير. بدل ما بتاكلي مثلا كنت باكل نص فرخه مثلا، دلوقتي ممكن يعني حته صغيره وتشبع، بشبع خلاص ومش حاسس انك محروم ولا اي حاجه. ما هو قدامي الاكل، حد حايش حاجه مني؟ انا اكلت خلاص. ما هو ممكن حضرتك قدامك خمس حتت وانت في على طبيعتك هتاكلي ثلاثه اربعه برضه شبعتي وقمتي، بس قايمه حاسه مش قادره. لا دلوقتي خلاص، لو اكلتي حته برضه انت خدتي شهوتك من الاكل بتاعك وخلاص. انت عارفه بالظبط اللي سيستر انا دلوقتي هو بيتكلم، انا جه في بالي فكره النموذج. انت عارفه لما يكون واحد انت مثلا في الجيم وهو بدا يبقى دخل الجيم وبدا يتدرب وبقى شاطر قوي قوي، فبقى هو اللي بيدرب الناس، هو اللي بيعمله ده هو فعلا اللي بيدرب الناس. لو انت خدت بالك ودي الناس اللي بتنجح قوي مع العمليه، اللي هو بيحس فعلا ان العمليه دي كانت خطوه ان حياته كلها تبدا من جديد، هو حياته كلها اتغيرت. هو عاش معاناه كتيره، بدا انت عارفه الواحد لما يقول يبقى يجي مثلا حاجه كان نفسه فيها ويعملها يقول الله انا ازاي ما عملتهاش من سنين. هو ده الموضوع. فمتمسك بكل حاجه، مثقف زي ما انت شايفه، بقى فاهم، عارف العمليه دورها ايه، عارف هو ايه دوره ايه مع العمليه، عارف ان الحياه كلها اتغيرت، بعرف ايه الاسباب اللي خليته زاد في الوزن. العمليه خلي بالك هي السلمه اللي احنا اللي انت طلعتي عليها وطلعناها لك، وانت هتكملت بقيه السلمه لحد ما وصلت للهدف بتاعك. طب انت طرقت موضوع مهم قوي، بتقولي انه في ناس او سيدات او ناس يعني بيجوا لك بعد ما يبقى خلاص ما في يعني خلاص ركبتها باظت. هل بيجي لك ناس صغيرين بيعرفوا قيمه الموضوع ده من بدري قبل ما يتعرضوا لمشاكل؟ الموضوع بيفرق فرق كبير. بصي، كل ما تخسي وانت وزنك مش كبير كل ما يكون احسن معاكي صحيا، العمليه تكون اسهل، جلدك يبقى مشدود، شكل جسمك احسن. يعني وهي صغيره في السن؟ وهي صغيره في السن طبعا. لانه كتير يقولوا لها طب وليه يا بنتي ما انت بتدي اعملي رجيم او كذا، ايه اللي يخليكي تروحي وانت لسه بنوته صغيره؟ يعني في بنت تقدر تجيب. احنا بنقول
يا ريجيم نعمله اوكي مفيش مشكله، انا النهارده بدي نفسي فرصه طبعا، يعني 3 شهور 6 شهور. احنا عندنا دكاتره تغذيه عندنا في المركز، يعني احنا على فكره عايز اقول لك حاجه، احنا مش كل حد بيجي لنا بنقول له انت لازم تعمل عمليه. لو هو ما جربش ريجيم لازم بندخله عندنا في قسم التغذيه عندنا، احنا عندنا دكاتره كلهم ماسترز كلهم عامل ماجستير وكلهم في جامعات مصريه معروفه، مش اي حد عندنا بيشتغل عندنا في المركز بتاعنا. الناس دي بتقدر تدي انظمه غذائيه لو حد مش عايز يعمل عمليه، وبيتابع معاه بعد العمليه عشان زي ما قلنا نحط ايدينا على اللخبطه اللي حصلت ونتعلمها، ويبقى عندنا الثقافه اللي احنا المفروض تبقى عندنا. الفكره كلها ان انا امتى بعمل عمليه، وانا مثلا بقالي قعدت 3 شهور او 6 شهور انا لازم اخد قرار، انا هدي نفسي 6 شهور عملت دايت وخسيت وحفظت تمام، ما عملتش دايت وما عرفتش اخس او خسيت ورجعت تاني، مفيش داعي بقى ان انا استنزف نفسي اكتر من كده وان انا استنزف صحتي اكتر من كده وان انا افكر خطوه العمليه. خطوه العمليه ما بقتش الضخامه والقلق اللي الناس متخيلها خالص. الموضوع الناس بتتصدم بعد العمليه يقول لك انا ما كنتش متخيل الموضوع كده. يعني فكره الخوف والتعب بعد العمليه بقد ايه بيبقى، انا بقول لك من تاني يوم لو عايز تنزلي تتمشي وتمارسي حياتك بشكل طبيعي ما عنديش مشكله. لان هي عمليه يوم واحد، احنا النهارده بقينا ما بنحطش درنقه وبنشرب بدري وممكن نروح في نفس اليوم كمان. طيب وبعد قد ايه يلاقي النتيجه اللي المفروض، هل انت بتحط له مثلا نتيجه تقديريه ان انت هتوصل لوزن كذا؟ تقريبا احنا بنفقد من الوزن زي 30% في اول 3 شهور، 60 ل 70% عن 6 شهور، 90% من 9 شهور لسنه. الموضوع يعني ما كان مثلا استاذ ياسر وزنه ما كانش كبير والسمنة عندها كله في منطقه البطن، يعتبر وصل للمثالي في 6 شهور بس. في ناس ممكن تاخد نفس الوزن ده يوصل له في سنه، الناس ممكن توصل له في 8 شهور، التفاوت حسب طبيعه الجسم وحرق الجسم والتزام الشخص بالتعليمات وانه يكون فاهم الكونسبت عامل ازاي. طيب. لكن الميزه اللي في العمليه هي حاجه واحده، المينتنس، ان انت محافظه على وزنك. هي مشكله الدايت ان انت مع الوقت بترجعي تاني. الفرق اللي خلى العمليه ناجحه ايه؟ ان هي احنا النهارده التوصيات العالميه للناس تعمل عمليه اللي هو عن 30 كيلو او اكتر. عايز اقول لك الموضوع ده الابحاث الجديده بدات تقول لا حتى لو اقل. ليه بقى؟ لانه لقوا الناس اللي بتعمل عمليه بيقعد اكتر من 5 سنين او 6 سنين ما عندوش هاجس ان انا بخس واتخن ده كتير. المينتنس ان انت بتحافظي على الوزن اللي وصلتيه. طب انت جالك 200 وكده؟ 200 كيلو؟ بيجي لنا 200، لازم اجيب لك حلقه بقى 200. 200 وشويه، ايه رايك؟ دي بتبقى يعني دي بتبقى يعني خلاص ده قرب من هقول لك على حاجه، ممكن حاله يبقى وزنه 200 كيلو ماشي وما بيتعبش قد واحد وزنه 120 او 30 كيلو وعنده سنه في منطقه البطن. معقوله؟ بس 200 كيلو ده بيبقى قرب من فكره ان هو خلاص مش قادر يمشي ولا يقف ولا يجي ولا ينزل من البيت بسهوله. صحيح. ولا يشتغل. ف هل خطوره الموضوع ملوش علاقه بالوزن الكبير ولا؟ طبعا كل ما الوزن يكون اقل كل ما يكون احسن. الناس الاوزان الكبيره لازم بنديهم ريجيم قبل العمليه عشان نقلل الدهون على الكبد عشان تبقى العمليه اسهل واحسن. يبقى ليهم بروتوكول مهم في سواء في التحضير للعمليه او حتى بعد العمليه نفسها. اكيد كل ما هعمل عمليه على وزن اقل كل ما يكون الموضوع هيكون احسن واسهل. لكن الكونسبت ان احنا تدخل بسيط. يعني حتى انت يمكن لو الاستاذ ياسر حتى ما كنت بتكلم معاه يمكن انا فاكر لسه قبله في العياده يوم الاحد اللي فات اصلا صدمت بيه، قلت له انت لازم تيجي معانا التلفزيون. هو الحقيقه كان مرحب قوي وانا بشكره ان هو كان دعمنا بالتجربه الجميله دي، لان هو فعلا النماذج الناجحه دي انت محتاجاها عشان طبعا توصلي الرساله المفروض اي مريض سمنه لا بارقه امل لاي حد بالزبط. قاعد مكتئب ومش عارف الموضوع ده ملوش مخرج، انا عايز اخرج من الموضوع مش عارف اخرج. هو حتى يمكن يقول لك حياته الاجتماعيه اختلفت، قدر يرجع يمارس حياته بشكل طبيعي بعد العمليه مباشره. ما كانش فيه الناس متخيله ممكن يقعد اسبوع بقى في اجازه ومش عارف ينزل خالص، مفيش الكلام ده على طول. نزلت شغلك وحياتك انا تاني يوم العمليه مش نزلت الاول اتمشيت، يعني كان كل مشكلتي الالم في ظهري ما اقدرش امشي 200 300 متر على بعض، نص ظهري كان في سيف قسمه نصين. يا قبل العمليه اقعد على الارض يعني لو ماشي ما لقيتش كرسي او حاجه. شوف مع ان هو برده وزنه ما كانش برده الالم كله كان في ظهري وفي القطنيه، يا هنا يا هنا. ممكن اقعد في الارض والله العظيم على الارض على التراب، مش لاقي حاجه اقعد عليها لازم اقعد هقع. لا بفضل ربنا انا مش عارف ازاي بعد العمليه بيومين حبيت انزل اجرب، لان كان المفروض اتمشى بعد العمليه. حبيت انزل اتمشى مشيت بتاع كيلو ونص ما عادش. الله والله ما كانش خس جامد، ما خسش بعد العمليه بيومين. يعني انا خارج يوم الثلاث عملت العمليه يوم الاثنين الساعه 11 ونص بالليل دخلت العمليات. تاني يوم الساعه 1 الظهر روحت بيتي. بقيت يوم تاني يوم نزلت اجرب نفسي في الشارع زي الفل. رابع يوم العمليه او خامس يوم نزلت ركبت عربيتي ورحت اسماعيليه ورجعت على طول. رايح جاي على طول يعني.
أربع خمس ساعات سفر دايركت متواصل. الحقيقة هي يعني قصة نجاح من 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 وزن تقيل لوزن خفيف ومن تعب ووجع. في نقطة تانية حضرتك بتسألي دكتور عن 200، أنا معايا يعني صاحبي زميلي كان 188 أو 190 200 عمل عمل عند الدكتور محمد في خلال سنة. هو اللي شجعه، هو قال لي لأن أنا شفته قلت له تعالى وريني للدكتور. أنا كنت متابع الدكتور محمد بقالي فترة بس بقاله كان بقاله سنتين، قلت له تعالى وريني مكان العيادة وكده. لا أول ما شفت أبو 200 لحاجة و70 أنا عارفه يعني، يعني إحنا مع بعض وإحنا أطفال شفته شجع. هي دي قصة نجاح، ودكتور محمد قصة نجاح يعني. دكتور محمد بسأله وهيخريك سنة كام؟ فقال لي 2009. بس من 2009 ل 2020 ما بينامش غالبا يعني، ووصلت لمكانة محترمة. أنا بشكر حضرتك، منورني دايما. شكرا لحضرتك أستاذ ياسر، شكرا دكتور محمد الفولي، شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة. نشوفكم على خير في الحلقة الجاية إن شاء الله. هذا البرنامج برعاية